كما تواصل معارض أهلا رمضان المنتشرة في أنحاء محافظة دمياط تقديم وبيع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل نسبتها ما بين 30 و40%. تتضمن المعارض سلعا غذائية وخضروات وفواكه وأسماكا ولحوم ومنظفات، إلى جانب القسم الخاص بالمجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة. يتضمن المعرض أيضا أشغالا يدوية ومفروشات ومجمدات من إنتاج سيدات المدينة. موفرين كل الشغل اللي أنا عامة بشتغله، أي شغل بيتي داخل التفريزات الخضار والفاكهة وتقطيع اللحوم وتجهيزات المطبخ لست البيت العاملة موفرها لها بكل حاجة، بالتتبيلات بكل الشغل، تطلع وتطبخ على طول. فرصة كويسة وجيدة جدا إن احنا توفر لنا في جميع معارض أهل رمضان مساحة كويسة جدا لجميع المشغولات اليدوية والمشروعات الصغيرة. احنا مبسوطين جدا من فكرة المعرض، والمعرض في متناول الناس كلها، يعني اللي معاه بيشتري واللي معهوش بيشتري والناس كلها بتشتري الحمد لله. أنا باجي هنا المعرض وبشتري كل السلع، والسلع كلها متوفرة وبأسعار مخفضة وأقل من السوق كله، وكل حاجة دايما موجودة.